اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معي في هذا البث المباشر من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس. كنرحبوا بكاع الناس اللي معنا في هذا البث المباشر. هذه الأجواء هنا بالعاصمة الإسماعيلية في هذه الأثناء كما كتابعوا معنا وعلى المباشر، أجواء باردة عموما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. هنا كما كتواجدوا معنا في قلب المدينة هنا في شارع الجيش الملكي كما كتابعوا معنا وعلى المباشر وبأهم شوارعها. كيف هي الأجواء عندكم بالمدن ديالكم؟ شاركوا معنا هاد المسألة، كيف هي الأجواء عندكم؟ كاين شي برد كاين شي شتا في هاد الأثناء هذه؟ بالنسبة لنا هنا في مكناس كما كتشوفوا معنا هو على المباشر، مازال اهم شوارع العاصمه الاسماعيليه كما كتشوفوا هذا، وكيتعتبر يعني طريق فاس اللي كما كيعرفوها الجميع وشارع الجيش الملكي اللي كيربط مجموعه من الاحياء كذلك، وكيربط المدينه القديمه بالجديده. من هنا الباب بوعماير كما كنقولوا، كذلك وعدد من الاحياء. اجوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ناخذ معنا جوله هنا بمكناس وبالضبط بشارع محمد الخامس. نعم ودائما وعلى المباشر كما كتابعوا معنا. نعم فكما كتشوفوا معنا هنا معروفه مكناس بالدجاج، اطباق ديال الدجاج حتى هي زيد يعني فاس ومكناس هاد المدن بجوج معروفه بالطبق ديال الدجاج محمر، فكتبقى يعني علامه خاصه وبصمه خاصه يعني هنا بمدينه مكناس، ومجموعه من الاطباق كذلك اللي معروفه هنا ب عفوا فكما كتشاهدوا معنا يعني تا الاجواء البارده حتى هي عندها تاثير يعني صراحه. هذا الجو البارد كيفرض على الناس انه يعني يقضيوا الغرض ديالهم والالتحاق بالمنازل ديالهم، خصوصا احنا في بدايه الاسبوع مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. اليوم الاثنين اللي كيعرف حركه دؤوبه وكيعرف يعني حركه كبيره هنا خصوصا على مستوى مدينه مكناس، لانه كما كنعرفوا انه مكناس يعني عندها مجموعه من الروافد، مجموعه من المناطق المجاوره لها والمراكز ديال القرويه والحضاريه اللي كتبقى مدينه مكناس يعني هي المركز الحضاري الكبير واللي كتجمع فيه جميع يعني جميع المصالح ديالهم، لا في المستوى الصحه ولا المستوى الاداري ولا مستوى المحاكم ولا مستوى غيرها من القطاعات، وكل شيء كيلتجا، وكذلك على المستوى الفلاحي والابناك وغيرها من المصالح اللي كيجيو الناس كيجيو يقضيو غرضاتهم هنا بالعاصمه الاسماعيليه مكناس. عبدو اسفي عليكم السلام ورحمه الله. اشواق ما وقع والو خويا، الحمد لله الامور بسلام. واخدينكم معنا في جوله هنا بشوارع العاصمه الاسماعيليه وبالضبط شارع هنا كنتواجدوا دابا في شارع محمد الخامس كما كتابعوا معنا وعلى المباشر. محلات لا زالت يعني فاتحه الابواب ديالها وحركه عاديه هنا بشوارعها يعني تقريبا الساعة 8:20 أجواء عادية. العمر قال لك ويسلان تحياتنا ليك خويا، كنا اليوم في ويسلان كنعدو تقريبا دوزنا نص نهار تما في ويسلان في مجموعة ديال القضايا ديال الناس اللي كانوا تواصلوا معنا، ومن بينها القضية ديال ديك الشابة سعيدة اللي كان يعني تقبولها عينها شي عام ونص دابا، وواقعة اللي كان اهتز عليها الرأي العام الوطني ككل. كنا تابعنا معها واحد لقاء اليوم في اطار المستجدات اللي وقعت لها والتفاصيل شي حويجات جديده اللي وقعت لها، فكان عندنا معهم لقاء اليوم. اوه
افخار عربه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اخي، لاباس عليك هاني؟ مرحبا بك معنا، تحياتنا لك، ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شنو المدينه وكيدير الاجواء عندكم؟ واش كاين شي شتا في المدن ديالكم؟ اليوم الحمد لله كما كنشوفوا هنا على مستوى مكناس، اجواء كانت يعني طلعت الشميسه مره اخرى. نتمنوا من الله ان شاء الله انه يكون موسم فلاحي اللي يعوض المغاربه ويعوض الفلاحه على هذا السنه ولا السنتين الماضيتين اللي كانت يعني سنوات صعيبه، واللي هذه السنه كانت يعني شفنا الاجراءات الصعيبه اللي تخادت على خصوصا على مستوى المياه، على مستوى طريقه تدبير الماء والازمه المائيه اللي عشناها يعني، واللي خاسر الظلال ديالها. شفنا مجموعه هذه الاجراءات دارت على مستوى مدينه الدار البيضاء، اللي تم يعني النقص ديال الصبيب ديالها. مجموعه من المدن اللي خدات اجراءات، كذلك على مستوى الطاقه اللي تم يعني اذا لاحظتوا في المدن ديالكم كذلك 50% ديال الاستهلاك ديال الاناره العموميه، فراه تم يعني كما كنقولوا في السياسه التقشف، تم يعني تخفيض نسبه يعني 50% ديال الاناره العموميه في عدد من المدن، لانه هذه يعني هذه اجراءات اتخذت من اجل انه تجنبا لازمه، انه تكون ازمه في يعني باش ما يكونش ضغط على استهلاك الطاقه كذلك. وهذه ازمه عالميه كيعيشها العالم ككل، مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في. والمغرب كيبقى كدوله من دول العالم اللي كتاثر بكل يعني في اطار كتاثر بكل يعني التاثيرات العالميه اللي كاينه. نعم، وعلى المباشر مشاهدينا هنا عدد من المقاهي والسينما اللي كانت سينما سابقا، سينما اوبرا. نعم، مكناس، فكتبقى مدينه مكناس المدينه الجميله والرائعه مشاهدينا، لا المدينه الجديده اللي كنتواجدوا بها الان وشكلها العصري اللي خداته، ولا المدينه القديمه اللي اكثر من مره خديناكم معنا فيها في بث مباشر في مجموعه من المناطق ديالها، لا في المدينه القديمه لداخل ولا داخل الاسوار ولا خارج الاسوار كذلك، ولا داخل في اللعوده وعدد من المناطق. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، احنا الان كنتواجدوا في امام سينما كاميرا المعروفه هنا بالعاصمه الاسماعيليه، وهاد المنطقه هذه وهاد الساحه اللي معروفه عند كل زائري مدينه مكناس، لا ابنائها ولا غير ابنائها، فالكل كيعرف هاد المنطقه. محجوب جليل قال لك اخويا راه نحتاجكم اخي في قلعه صراغنا. مرحبا اخويا، وتحيه للناس ديال قلعه صراغنا. كوثر العوني، انس فتوح، تحياتنا ليك كوثر، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. فهذه المنطقه هذه مشاهدينا وهذا الساحه بالضبط، ف يعني كانت يعني لها كانت شاهده على الاحتفالات الجماهير المكناسيه، وكانت ممتلئه عن اخرها حتى لحدود الساحه اللي امام مقر عماله مكناس، وكذلك شارع الجيش، شارع محمد الخامس، وشارع هنا شارع علال بن عبد الله كذلك، اللي كان ممتلئ عن اخره مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في. وهذا الشيء مازال موثق في عدد من الفيديوهات ومن المراسلات على المباشر على قناه شوف تي في. احتفالات وفرحة لن تنسى مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في اللي عشنا بهذه الشوارع وبهذه المنطقة احتفالا واحتفاء بالإنجاز التاريخي اللي قدموا أسود الأطلس بمونديال قطر 2022. فهنيئا لهم، شكرا لهم، لأنهم صراحة بحال ديك الفرحة فما كتوصفش، وما يعني كتخيلش انه شي حاجه اللي كان ممكن انها تخرج الناس بديك الطريقه وبديك العفويه وبديك التلقائيه، اكثر من انها تكون كره القدم وحب الوطن كذلك، حب الوطن اللي خلى نساء ورجال كبار وصغار مغاربه وعرب وافارقه وكذلك كل من تجمعنا به صله قرابه او دم، فهو كان الى جانب المغاربه وجانب اسود الاطلس ودعمهم وساندهم بالتشجيعات ديالهم طبعا بالدعم المعنوي، وكان دعم كذلك حاضر في الميدان للناس اللي جات اللي حضرات بقطر، واللي صراحه اول جمهور كان حاضر
في هذا المونديال هذا فكيبقى الجمهور المغربي، وهذا الشيء ماشي كلامنا، هذا كلام ديال المختصين والناس اللي عندهم لي ستاتيستيك اللي عرفوا شكون الجماهير اللي كانت يعني حضرات بقوه في هذا المونديال هذا فكيبقى الجماهير المغربيه. كوثر العوني قالت لك ما طلعوش ليا التعليق، ما غيطلعوا غير غيكون عندك غير شي مشكل في الانترنت. حسنا تحياتنا لك، عليكم السلام ورحمه الله. اجي نكملوا معكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في الجوله ديالنا هنا باهم شوارع العاصمه الاسماعيليه واللي كتعرف درجات الحراره. شكرا شكرا. نعم كما قلنا اللي كتعرف يعني بروده في هذه الاثناء، هذه كاين شويه البرد. اليوم مع العلم انه هذا طبيعي لانه كنتواجدوا في بوابه الاطلس، بوابه الاطلس المتوسط طبعا، فمن هنا وانت يعني الانخفاض ديال درجه الحراره من هنا وانت كتعيش هذه الاجواء هذه، لانه كاين المناطق المجاوره افران وغيرها اللي غتكون تساقطات ثلجيه طبعا، واللي غادي نحاولوا ان شاء الله في القريب انه ناخذكم في زياره الى مدينه افران ونقربكم من الاجواء هناك اللي غادي نكونوا ان شاء الله في ازرو على حساب البرمجه اللي عندنا ان شاء الله طبعا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى المباشره انتم كتعيشوا معنا هذه الاجواء لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. شكون اللي شاق لهاد الشوارع اللي كنتواجدوا بها الان؟ شكون الناس اللي معايا الان في هذا البث المباشر؟ شحال هذه ما جاوا المكناس؟ نبغيو نشوفوا التعليقات ديالكم، شنو توحشتوا في مكناس؟ هنا نعم الله استغفر الله. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي دائما وعلى المباشر كما كتابعوا معنا هذه هي الاجواء هنا بمكناس بالعاصمة الاسماعيلية. احنا وصلنا هنا لجيت مارشي سنترال يعني المركز ديال المدينة، دائما وعلى المباشر. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كنحاول نقربكم من هذه الصور الجميلة. أظن أنه عدد من الناس نعم السي عمر أم يحيى ملك أهلا مرحبا بك لالا. حميد تفايل أهلا أخي تحياتنا لك. حميد قال لك اخويا انا توحشها والله بالاخص لاسيندا. نعم خويا تحياتنا ليك وتحيه الناس ديال مرجان على ما اظن، ياك لاسيندا مرجان ولا المنصور؟ اصبر معايا وصافي انا يلاه شويه يلاه كنحفظ في الاحياء ديال المدينه، واخا شويه شويه نقولوا الحمد لله، نقولوا رحنا شويه يعني شادين يعني مجموعه من الاحياء، لكن لاسيندا على ما اظن هي اللي في المنصور ولا ديك الريزانه واقيلا، والله ما عرفتش انا هادو جوج بعدا كيمشيو ليا، تتصحح لينا السي حميد. عبد النبي بن عبود سلام خويا الجو واعر في مكناس الزيتون، مكناس تحيه الناس ديال الزيتون. نعم الزيتون للاشاره فقط اللي كتضم احد اعرق الجامعات المغربيه اللي معروفه جامعه المولى اسماعيل للعلوم مشاهدينا. نعم نعم اعرق الجامعات المغربيه اللي كتعرفوا واللي كتعرف يعني الجميل المشاهدين هنا في مدينه مكناس، فكتبقى مدينه مكناس للاشاره فقط، وهذا معطى يعني الاغلبيه ما كي كما كنقولوا ما كيديوهاش فيه ولا كيتغاضوا عليه، انه اغلب مراكز التكوين وجامعه المولى اسماعيل راه تبارك الله من بين الجامعات اللي عطات اكبر
يعني كفاءات كبيرة على المستوى الوطني، لا في الحقوق ولا في الأداب ولا في العلوم. راه صرح جامعي كبير اللي كيضم مجموعة من الأساتذة والدكاترة اللي معروفين على الصعيد ماشي غير المغرب، على الصعيد الدولي، اللي كيحاضروا في هذه الجامعات هادو. وكما كنقولوا راه عدد من الأطر الوطنية وعدد من الناس الأسماء المعروفة على الصعيد الوطني اللي تعرفات اللي ما معروفش كاع ما ندوي عليهم، ندوي اللي معروفين، فراه مروا من هنا اسماء يعني كما كنقولوا مسؤولين كبار على مستوى على مستوى الوطن ديالنا. فراه مروا من هذه الجامعه ديال المولى اسماعيل، وكان عندها دور كبير لا في القانون ولا في مجموعه من الشعاب الاخرى. كذلك الى جانب هذا، فالمدينه كتوفر على الاكاديميه الملكيه العسكريه اللي عاطيها الحمد لله كتعطي خيره اطر وكفاءات هذا الوطن على مستوى القوات المسلحه الملكيه في مجموعه من التخصصات. الى جانب هذا كاين مجموعه من المعاهد والمدارس، لا في المدرسه، وزيد على ذلك ما نساوش واحد الصرح كبير اللي كاين في مدينه مكناس اللي هي المدرسه الوطنيه للفلاحه، اللي يعني من اكبر المدارس على المستوى شمال افريقيا ولا على المستوى افريقيا. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، يعني كما قلنا هادشي كامل كيخلي انه مدينه مكناس نقطه ديال الجذب للعدد من طالبي العلم بهذا المعنى. فكتبقى مدينه مكناس من بين المدن المعروفه على هذا المستوى هذا، الى جانب كما قلنا المعاهد الوطنيه كبيره اللي كاينه، لا المدارس ديال الاساتذه ولا غيرها، واللي تبارك الله ما زالت كتعطي وما زالت تعطي اسماء كبيره وكبيره. هذه نقطه من بين النقاط. الاخ اللي قال على المستوى السياحه، ف كورمي غادي ترجع للبدايه، برافو اون فوفوار ابوني دي فار، غترجع للبدايه ديال البث المباشر، غتلقى من بعد ما نهيو هذا البث المباشر غترجع للبدايه ديالو. راه بدينا من شارع جيش الملكي، بدينا من حدا البوست ديال البوليس بالضبط كاع باش ما نقولش لك سميات الاوتيل وداك الشيء. راه بدينا من حدا البوست ديال البوليس هنا كما كنتواجدوا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي في الدائره القديمه ديال او الولايه القديمه للامن الوطني، واللي تم مؤخرا يعني بفضل العمل الكبير اللي كتقوم به الاداره العامه للامن الوطني ومن اجل تجويد خدماتها، تم يعني مؤخرا يعني سنه او سنتين تشييد ولايه جديده اللي كتواجد بحي المنصور باحدث التكنولوجيات، بنايه يعني كتوفر مجموعه من الخدمات، لا من الولوجيات ولا كذلك فضاء العمل بالنسبه للعناصر الامنيه والتسهيل كذلك الماموريه ديالهم، وكذلك تطوير وتجويد طريقه العمل. وهنا بقات بقات هنا مصلحه الحوادث وكذلك مصلحه الوثائق الخاصه بالكارت البطاقه التعريفيه وغيرها من المصالح اللي كتواجه هنا بهذا المقر. لكن اغلبيه ساكنه مكناس واغلبيه ابناء العاصمه فكيعرفوا هذا كما كيقولوا لها السونترال، هذه البنايه اللي عندها تاريخ وتاريخ كبير الى جانب قصر المعارض اللي كيتعرف هنا البالي دي فوار. فعدد من الاماكن المشاهدين ومتابعي قناه شوف تيفي عندها رمزيه ديالها وعندها دلاله كبيره هنا بمدينه مكناس كما كتشاهدوا معنا الان وعلى المباشر. واللي كنتمناو ان هاد المؤهلات وهاد المعطيات انه يتم يعني ابتكار يعني يتم الابداع فيها وانه يتم الاستثمار فيها، علاش لا، انها تكون ان شاء الله نقاط جذب ونقاط اللي ممكن انها تكون مديره للدخل للمدينه وتساهم في التنميه ديال المدينه، علاش لا، لانه الحمد لله المدينه عندها مآثرها التاريخيه واللي تقريبا اكبر وعاء عقاري تاريخي على المستوى الوطني، واللي يعني تقريبا فوق 40 كيلومتر ديال الاسوار، وزيد عليها عدد كبير ديال الابواب والسقايات، وزيد القصور، وزيد الرياضات، وزيد عدد كبير ديال المآثر واللي كترجع للحقبه المارينيه ومن قبلها، وعدد كبير ديال المساجد. ما نساوش مدينه مكناس فهي المدينه اللي فيها ألف كما كنقولوا فوق 1000 صمعه اللي كتواجد بهذه المدينه هذه، وهذا من اجمل الاشياء اللي كنشوفوا هنا في مدينه مكناس. الى جانب ذلك كيتواجد عندنا مدينه مكناس هي المدينه الوحيده اللي فيها الملاح
جوج مرات، كاين الملاح القديم وكاين الملاح الجديد بحكم الجاليه ديال اللي ماشي الجاليه او ما غنقولوش الجاليه، غنقولوا اليهود المغاربه اللي كانوا كيعيشوا بهذه الاحياء واللي مازال عدد منهم اللي مازال كيجيو يعني المنازل ديالهم، كيجيو الديور ديالهم الرياضات ديالهم يعني يتذكروا ذكريات الماضي، لانه كيبقى المغرب مغرب يعني مغرب تلاقح الحضارات، مغرب اللي يعني الكل كيدوب في رايه واحده اللي هي رايه المغرب حمراء وتتوسطها نجمه خضراء. دائما مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي هو على المباشر كما كتابعوا معنا. نعم وما غنساوش كما قال خويا حميد، نعم شكرا ليك سي حميد. حميد قال لك خويا حنا فرحانين نستقبلوا المنتخب غدا في الرباط ان شاء الله، مرحبا بكم في رباط غدا. محمد المغراسي قال لك ناس علال تازي حتى هي فيها البرد فعلا، ناس كرماء. تحية ليك اخويا وتحية للناس ديال مولاي إدريس الزرهون وليلي. وما غنساوش بالمناسبة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي هاد المدينة اللي أنجبت وأعطتنا سفيان بوفال أحد أسود الأطلس ابن المدينة اللي يعني صراحة أبدع ويعني صراحة أعطانا صور جميلة، أعطانا مراوغات، أعطانا قتالية، أعطانا روح وطنية. شفناه صورة ولا الأروع اللي تناقلتها كل صور كل المنابر الدولية والعالمية، صورة سفيان بوفال ورفقة والدته في هذيك الرقصة الجميلة، رفقة الحنينة، رفقة المميمة، اللي صورة جميلة وجميلة ومشهد لن ننساه مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. الأم والابن ديالها أبها في أحسن لحظة اللي كنشوفها، الأم فرحانة بالوليد ديالها، فرحانة بالإنجاز اللي قام به. هذا هو الدعم الحقيقي مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وقلتها الآن والتوريشة والله العظيم. غادي نكملوا معكم الجولة ديالنا في اتجاه باب بوعمير وهذا المنحدر اللي كيسميوه أهل المدينة بكابو بلان. نعم لكن ما غاديش نفوتوا بحال هذه الصوره هذه اللي كنشوفوا امامنا. نتمنوا ان المسؤولين والجامعه تفكر في هذه المساله هذه اللي كنشوفوا امامنا، انه يتم يعني صيانه ما يمكن صيانته، لانه هذه المداره هذه المدخل ديال المدينه للناس اللي جايين من سيدي قاسم والناس اللي جايين من الحاجب، وكذلك الناس اللي يعني الماره او لي باساجي، وهذا مدار يعني كما كنقولوا محوري داخل المدينه. هذا المدار هذا مدار معروف، فكنتمناو الصيانه لهاد الحواجز الحديديه اللي كتزين جنبات المدينه، وكذلك فهيكم يعني سيكوريتي. سمح لنا شكرا. هاد الحواجز الحديديه اللي كتبقى هي كوم سيكوريتي يعني للمستعملي الطريق، بلا ما ندويو على ديك الجهه الاخرى اللي من ليه اللي من جهه المركز. فالله غالب كما كتشاهدوا معنا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وهذا صراحه كنتمناو هنا مجموعه من الحفر ومجموعه من المشاكل اللي كتعيشها المدينه. هاد كما كتشوفوا معنا هذه نقطه من النقط، انه ايه حال بارد، اجواء زوينه، كل شيء زين، ولكن صوبوا لنا الحفاري وصوبوا لنا داكشي اللي خاصو يتصيب. هذا هو اللي كاين، انه الناس كيجيو يشوفوا المدينه ساكنتها كذلك محتاجه انها تكون عندها خدمات وتكون عندها يعني بنيه تحتيه لائقه. فانا كنتمناه ان شاء الله في القريب ان المجلس الجماعي هنا بمكناس انه ان شاء الله تبدا الاعمال، لانه احنا وصلنا لشهر 12 تقريبا، يعني كنتكلموا على سنه وثلاثه اشهر وعشرة ايام بالضبط، بحكم اننا اليوم كنتواجدوا اليوم 18 دجنبر 2022، يعني من بعد 8 شتنبر 2021، فاحنا اليوم بالضبط عندنا سنه وثلاثه اشهر وعشرة ايام لا جديد هنا على مستوى مدينة مكناس صراحة. وهذا يعني الساكنة وساكنة مكناس كاملة عارفة هذه المسألة. مازال المجلس يعيش صراعات داخلية سياسية، يعني للأسف لا ما كناش كنتمناو انه تكون هاد
هاد يعني هاد الحسابات اللي هي كتبقى كما كنقولوها في الاول وفي الاخير حسابات ضيقه، واللي كتضيع فيها كتضيع فيها المدينه، لانه مشى من زمن التنميه ديال المدينه واحد السنه اللي كان ممكن نزو فيها مجموعه ديال الحويجات، نقادو فيها مجموعه ديال الاشياء، مشات سنه وثلاثه ديال الاشهر، زيد عليها كذلك ضاعت الساكنه في مجموعه من المصالح ديالها، وهذا الشيء راه لا يخفى عن احد، عدد من المواطنين عارفين هذا الشيء اللي واقع، وممكن الناس كاملين عارفين اشنو واقع داخل المجلس، فحتى الدورات يعني كان فيها مشكل، وهذا الشيء راه ماشي لا يخفى عن احد، وكان تدخلات يعني من يعني كان تدخل شخصي يعني وقام ماشي غير شخصي، كان تدخل قانوني في اطار القانون، في اطار ما يسمح به القانون، فللسيد العامل اللي وضع كما كنقولوا النقط على الحروف مع جميع المسؤولين، وحمل كل واحد المسؤوليه ديالو، لانه ما يمكنش انه يبقى في موقف ديال المتفرج، والقانون يسمح له بالتدخل من اجل انه ترجع الامور النصاب ديالها حقيقي، لانه المواطنين انتخبوا ومشاو للصناديق وصوتوا على هاد الناس باش يمثلوهم، باش يساهموا في تنميه المدينه، باش يرفعوا من يجيبوا استثمارات، يجيبوا حلول، يجيبوا يحلوا المشاكل، يقلبوا على ميزانيات، يقلبوا على، فماشي غادي يجي غادي يبقى يشخص ليا وغيجي يبقى يقول لي ولا راه كاين المشكل هنا، احنا جبناك باش تحيد المشكل، اما باش تقول لي راه كاين المشكل تما، هذاك الشيء سهل. بيرودو مكتب ديال الافتحاص يقول لنا فين كاين المشكل، حتى تحت الارض، هذا هو اللي كاين. اما الدور الحقيقي هو يتحلوا هذه المشاكل، خلقوا شراكات، نقلبوا على منين نجيبوا الفلوس، نقلبوا على منين انه نجيبوا استثمارات للمدينه، نسهلوا الماموريه للمستثمرين، نسهلوا الماموريه لابناء المدينه باش حتى هما يخلقوا مشاريع ديالهم، نسهلوا. هذا هو الدور الحقيقي، هذا هو الركراكي الحقيقي اللي كنتمناوه يكون عند جميع المسؤولين، يخلقوا هذاك التواصل. شفنا الحمد لله كيفاش الركراكي صراحه وليد الركراكي نموذج اللي كنتمناوه يكون عند عدد من المسؤولين صراحه، شفنا كيفاش كان كيتواصل مع اللعابه ديالو، مع الطاقم ديالو اللي تحت الامره ديالو، وكذلك كيفاش كيتواصل مع الجمهور المغربي، كيفاش كوتش الجمهور المغربي. انا هنا كنقول برافو 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 وليد الركراكي، طاقه تواصليه اللي صراحه والله العظيم الى شابو، لانه كيفاش اثر حتى الجمهور المغربي، كيفاش اثر الجماهير اللي كاينه هنا داخل ارض الوطن ولا اللي كاينه خارج ارض الوطن، اللي حاضره معاه تما، يعني ما تبقاوش هازين التليفونات، اجي دخلوا قول لي سير 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 اللي باغي منكم، كيفاش اثر وحتى في النتائج ولا اللي غادي يبقى داوي معاه، يعني حتى على مستوى طريقه اللاعب ولا كذا ولا كذا، حتى هذاك الشيء ناقش معنا وبوجه احمر وخرج، وملي الناس خرجت وكدوي على التحكيم قال لك انا ما كنعرفش التحكيم، انا ندخلها للشبكه ونقول للحكم يخرجها، يعني واقعي، هذه هي الواقعيه اللي محتاجين، هذا هو هذه هي الطينه ديال المسؤولين صراحه، اللي بغينا يكونوا مسؤولين على الشان المحلي ويكونوا تواصليين لا مع الصحافه ولا مع المجتمع المدني ولا مع كل، يعني فين كاين المشكل اجي نتعاونوا عليه كاملين ونحلوه، ماشي انت ساكت عليه وانا ساكت والاخر ساكت، راه يزيد غير يتفاقم ويزيد غير يكبر، وكتخلق مشاكل وكتخلق احتقانات وزيد 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 وزيد. فكنتمناو من الله انه يعني مونديال 2022 في قطر، كنقولها وكنعاود نقولها، المغرب والمنتخب المغربي كان ظاهره على جميع المقاييس، ومناسبه لاستخلاص الدروس والعبر لينا والعالم، وكذلك حتى داخليا، حتى بعض الناس ياخذوا هذا الا كانوا معجبين بالنموذج ديال وليد، بشخصيه وليد الركراكي وبالنموذج ديال وليد الركراكي، فكنتمنوا انها يقراوها، يبداو يقراو داكشي اللي كيخدم به داك السيد والله العظيم. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، فما غاديش نقول لكم، ها حنا على المباشر الان، ما كاين ما يتخبى، اجي تشوفوا معايا على المباشر. فدابا هذه الحفره ولو انها الطريق، انا غنرجع اللور وغنديروا لها الزوم، دابا غير شوفوا معنا الله يجازيكم بخير، غير دابا هذه شنو هي، شو على حفره قداش، شو على حفره قداش هادي، يعني هنا لهبط شي واحد تما مسكين، ها انت شو كلشي كيفوتها، كلشي كيبعد منها، انتم على المباشر ما كاين ما غادي نخبيو عليكم. ها هو جا فيها السيد، الطاكسي جا فيها، حفره نيت يعني هابطه بواحد 20 سنتيمتر والزياده،
الله يدير الخير. كنتمنوا الرساله توصل للجهات المسؤوله ويتم ايجاد حلول لهذا الشيء هذا، لانه راه هذه هي دارنا الكبيره. الى ما قاديناش داك الشيء اللي خاصو يتقاد، راه شي كيتزاد على شي، وكما كيقولوا المغاربه وكما كنقولوا بالعاميه، راه كتحيد شي فين كيجي شي حاجه اخرى. نقادوا هذه باش حتى بانت الحاجه الاخرى ما يغلبش علينا الحفاري وداك الشيء والمشاكل والنيجاتيف، ما يغلبوش علينا، نبقاو ديما غاديين بوزيتيف. فكما كنقولوا نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعني تكون الامور بسلام، ونتمنى الخير لهذا الوطن ولهذا البلد ولهذا الشعب. كذلك مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، شعبنا الحنين وشعبنا المحب للفرح ومحب لانه يعيش الحياه. نتمنى من الله ان شاء الله غدا، ما ننساوش غدا ان شاء الله استقبال شعبي كبير واستقبال ملكي لاسود الاطلس اللي غيكون بالعاصمه الرباط ان شاء الله. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، استقبال الابطال الحقيقيين صراحه. شكرا لهم، شكرا لكم انتم كذلك مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي اللي كنتم معايا في هذا البث المباشر هنا من العاصمه الاسماعيليه، واللي وصلنا الان المدخل ديال المدينه القديمه باهم شوارع العاصمه الاسماعيليه. اجواء مثيره وبارده في هذه الاثناء. نتمنى لكم الخير، الى اللقاء.